أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب تهذا ملك سدود التوكتات بدين سلام يا هبي معانا وناكسن ملك السود كنو شينبا عواصل عندكم بلنقاضي انكستون كراجي واختقي ايدو يدم بلنقاضي برامشك انو عاوح ونقونا يا اسبدل وحاني قلقا يبقى عضان إسا قبر لاني يراء الصوماليات وشعلات إن أمد الصوماليات تيل كسد حالي صوكا عي اسبدل في عان لغهرو هدين نقطة حق علمي هدين نقطة حق محايد طوي مسكح دو دلالوسو هدين نقطة قيبت سياسة هدين نقطة ملكستا وحي لتشو اكتا صفية صفية وقبر لاني يراء وحندوني عاويني برامشك قلقا يبقى عضان توح بدون اسبدل اسبدل بلدوني صماها اسبدل بلدوني اوكي هذا بس صفية واحد اسبدل بلدوني أول كون محمد عيسى لذا قرما أساسين محاقبة ثانية بدل إنسان نسوا مال وطن كون يطبعن على وضيالة طي وطن ضد كي وضع كلا جوجا وضد كده قال له يكو يسكت سمين أربع شهور كده وطن لما كسر سوا مال دينا كنا دل إنسان وجماد سكوي كلا قرما لشيء جي ضد كي ورد دايم كنا قدام بضد وضع كلا تفرارقة مرك هذا يدك ده نيرت ينو فر بدن تينو عاو ماشي ندك سوا بقدي محاب بدل إنسان قرما بلا وضي برامش كينا قروح ده بدن له إنه تعالى هنا دعوانا أنا نروح رين دور إن شاء الله وتعالى ضد كده دعوانا إن شاء الله وتعالى ورا يكون دعوان دونا خاصة رني يرد وحبرتي يودك. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين صند هبي مناكسن صند ويين إن شاء الله بإذن الله أنا أسبدل وان كاب فولنتير بنكية هاي ووحي لا فولنتير ضد بدنو ورني يرد الصومالية وما شاء الله كوا سكندري سكول تيتشرز كوا نيرسز دكتورز بانو وشيرا لويرز بانو وشيرا ضد التعليم كي وضن كان برتاي أفقرت برتاي وضن كانوا كسر كاري وضن كان مركب هونتي واحد بلامت دل إيجي سبدل مركي على رب ضن دمتين وصومالية فبري مركي نقطة بشي لبعض وان نحنا نحيتان كان نحنا يدهوي يعني هيدا يربن هايستا إن ما هاجي من دي لقت هاجي يعني سيتويشن كي ستوري كده بيان يرى استعنا يعني كيف فكرنا وان سكن واحد أقصى المص صومالي وأنك آ وعروتي للسمن أو عور مذا ما داو بين جاري أمد الدمتين من رشيس يعني سبحان الله جريدة هيك كل عضي يو أنا جانا هان يوم سمين تي الصومالي ده بدنا يمتي سوكا عي مالهم بين قتابتي والله مركا وح أركس وضناها كراي أما كوميونتي عشا كلام مركو قفكر دمتين يجا وح وين بيقطعه ويسوكا عن دب بيقف سكو أكتر سكو في صدام حام بدل كرنا محا لبعتان دعدي مركا هون تي بلاها هرب إمك every Wednesday وان هك ما كلنا East London زمان restaurant نيران كلنا و أربعة كاستمر كام حان أرجناي وحان كو أنسناي هدي أن صومالي نهاي دنتي جود كان جم مثلاً everyone busy في كوي هاي تعليم تيدا عروت تيدا جرجة تيدا هوش تيدا مال تيدا يتيدا قار والله ما كان فريسناي هو يوم يمكن دبات هسان إيه والله دذالك بحين أيام sometimes أبي عشان مدة تجنا أبي عشان كوا لا تجنا مدونا مذا أفلقادو لكن دومر كهوش صارن إيه قبنا أيام أي دون يعني وحقبتها. لا أذابنكو أذابنكو أركا أذول لأن يرى وهوية وأمس على استهبو. شنها بها. الله كبر كي قارح نصان إلى هاي شافي هصح شافي إن شاء الله تعالى ما أنت رسر أنا واضلا هذا يعني واحد سكوت ذا كل حوض كلام عنو أكل دون. كان ولوبه هني. كان ولوبه وادي life كذا أدق. وحنا كم مقام حي؟ إن collectively as a community ما كان أسعاونه. أنا مقام حي دنتي جود كوضنا. دنتي جود كمتشرتو. مشرتو رنتي ما قال يعني قف هو ارميا تايم كيجي صدقه ولا بحيا بيكوز كوميونيتي والحاجات شنو قف سوف كل يوم انا اوكي بني عروتي اوكي اما سو بود اما دان كيبا والله كوميونيتي ومن قشقيها كان اي صدن عدان كيبا امانه ارميا وي تشاريتي بان بحنا تايم كيجي يو انت لا شيء اكسبيرينس كيجي مركا الصومالي دو مانت دان يرتي وحقرنا يهدي نو سوكا عضي دي إنا كنا سوكا عو الله عاوية وقرب تاقنا دو عاوية هدا أنا عاوين دي يقولنا ويسكا سيحانا يانو يادون سلامي يا صحابتو إذا هي مركا أرنتي هبا يرو تاسانو إماضي مركا فريسنا أرني من دياشي عروتن دباتي دا قارتي واي محاسي أبكياني وأنا during قال الله كوني during تي بقول الله نقطة أساس كي بقول إيه what's the problem محام مانتا نقدر نجي situation كان شوفنا مانتا دي واحد نقطة عداتي ما ها من دين لسكت هيا واحد لو والله أركي يبا واحد كذب بس وهو يمكن overworked وأبها أنا active أنا هن وسكول كانوا عروتي كوبنا سكولا بدنا نقول abuse قرينا يو وعروتي أنا هيسن قف positive role مدور همدي motivation قلني أنا هيسن يعني problems كي واحد نقطة واحد بدن أو بلارن مركا هدي اي مانتا ان ارغنين البروبلمز هي وح وين هي انه وح كقبنا وين صح مركا ان شاء الله باذن الله ايفنت وين بنوصل السعوده هبيرو ما شاء الله ايفنت قسم حيت هاي هبير وحي نقطي سيتي كان كو قبنا دي لنفته نو داي عروب بدن با ايمان اي مانتا باذن الله ان شاء الله
waxay la yiri caruurta waxa ka maqan markuu ugu horeeyay iyagu ay haystaan xamad in orda halkaas ay gaari kara taasan qaban kara qof Soomaali magay arkabay oo meel fiican gaari oo business fiican sameeyay oo shaqo fiican galay oo doktor ah oo lawyer ah ma badan kooda dhalinyartan ee maanta 13 jir ah waxa la yiri prevention korgeysin baa ugu muhiimsan muuqata qofka duu jeel garay habayro sheekadiisi uu ku jiray jeelka oo yara adag tahay laakiin oo loo hagaajiyo wax markuu soo baxana meel fiican loo hagaajiyo oo loo hagaajiyo marka ay qalo imsa ku dib ugu noqday hadana suuq shay meel ka sayur bakaate ama Soomaali meel ka wax baratay ee 90 wixii dhashay ba yaani inta wax la oran kala wali way fayowdo may kharaabin yes laakiin wixii ka inta kala ka weynada hor uga weynay I don't think so inay maskax iska bedelayaan iyo aqal iska bedelayaan laakiin ku waxa waxaan ku leenahay maanta ila waa dadkii maanta naga waalid noqono oo nahaajin kara waxaan u baahanahay please fadlan hadaa inaku haysaana cilmigi haysan experience kana haysan oo halkii aanan haynin waxaan hayna dad halkii haya oo experience ki haya oo cilmigi haya inaka marka maxaan laga baahnay Ilaahay dartiis nagu caawiyo ama daacwa haato ama lacag haato wixii noqotoba insha Allah bi idnillah nagu caawiyo laana waxaan ma sameyn karno hadal bay noqonaysa oo ficil iyo amal ma noqonaysa wax la taaban karo ma noqorto ilaa maxay aan isku wada xirnaano one community one body one voice noqono okay Safiya waxaad ka dhawaajisaa tiri one community one voice one united somaha okay how to be one united inako how can be one voice aanu heli kana one voice qolow meel ba isku soo xiratay intii arada istaqaanay qabiilkaad ba isku soo xiratay qolow meel ba magac u yeeshay qolow meel ba wax ka taagaysa qolow meel ba ku qararaysa how to be united san dadka horta uga saari kalna bal waxaan sameynaya imiga community ba su'aal qaaday we have 2 million community around the world especially in UK ha million bana isna community in London everyone wuxuu samay wuxuu shaqeeyaa his own his business he doesn't care our people waxa ku dhacaya he doesn't care the youth ka qarxaya lacag baa lagu qaataa lacagtan waa xaaran la cunaya hadaan ugu qabanin qofkaaga walaalka ee dhibaataysan wax laakiin waan cunaya ana dajinaya dadkan waxa ka qaadanaya fund banka qaadanaya it's not gonna work waxaan aadna wallahi is noqon absolutely ma shaqeynayo laakiin inaqan wax baan ushaan taaxam isma ku soo koray la primary school la second school taaxam isma I know al aan halkaas aan degan yahay waxaan arkay ma sha Allah tabaaraka ilaahay u barakeeyo oo de ma sha Allah weyn nimcay ilaahay weyn qolada la yiraahdo bangladeshigan la degna aan bangladesh habayra bangladesh oo aan kala shaqeeyo aanu gar bangladesh sida isu jecel yihiin iyo sida isu caawiyaan iyo shaqada isugu diraan you can imagine wallahi shaydaanka ka naarsa marka anigu waxaan ugu leeyahay waliba kuwa muslimiinta la shaqeeyaa ha anigu kuwa gaalada la shaqeeyaa kristiyaanka allah waa handara wallahi si isu jecelina sida isugu degan yihiin ay sida isugu shaqeynaya oo isku dilba hadalka xitaa marka qofka qaraabo sibe wax wada eega qaraabo yaaba imaka anigu ma aaminsa habayra waxay sameeyaan every month every family labaatan gariib ay bixiyaan labaatan ka ay bixiyaan waxay ku sameeyaan lawyer bay u diibaan any time a problem arkaan they got a legal representation ka arkaan inay marka maxay lawyer ki bay u yeerayaan lawyer ki yani maka warwarayaan maka walwalayaan wax dhibaato ama any hata in ma laga xiro hada qof wax lagu qabsado waxaan ku leeyahay ma sha Allah tabaarak Allah lawyer bay u taagan haday noqoto caruurtooda every holiday samagana ku jirnay maka wallahi habeer meel bigeen camping bigeen caruurtooda why waxaan hadan caruurtooda anaku aan brain wash kareen qof kala brain wash kareen aya sax marka hadana anaku aan brain wash kareen caruurta in samagay xoolo isku jiro qof kala maskax ku cunayo qaadanaya marka aan guriga hadan guriga ku hayno ama banana kan si deenayn waqtiga wad xitaa isbeddel koodi yani summer holiday ka faa'iideysan horta qofki awood kale waa awood kale u geeyay laakiin plan loo sameeyay okay in telefoonka waxa laga yaabaa telefoonkiina ku soo qoray bal ii soo sheegina ku soo qoray billahi aleekum yes or no telefoon ku soo qoray maanta kay degdeg ma ku soo qorina key mid whatsapp lan ku soo qoray insha Allah kan ku qornay somo haa baa aad ku ma iga soo qoray kan whatsapp insha Allah bi
marka inama idin kula jira xitaa dhalinyaro badan bay kula jirta inkastoo aan degdeg u soo galno waqti badan aan dadkii suugeynay soo maahay inama dadkii kula jira ka dhan live kuna hasma mar labaad aan ku soo noqon doona inshaallah marka dhalinyarta lagu jira waxaan ugu jira aan wallahi aad aan ugu duceynay ila khair iyo hasanad waa waa dadka dadkay sax suu qof aan soo raacay ahalo assalaamu alaykum assalaamu alaykum walaalo hello how is the reception here is alright hello يا عادك كرو قاد ولا على سويدن هاي في عن تولى على ولا الوصحنا هي وقبل واحد يعني مغلش أما الكيسي وانكم مغلا يا ولا صفي عم بكون مغلا يسكور إنه في عن تما جعوا ولا ما أنت صفي رتش وكتوا هنا الصوماليات انكم واحد اسبدل أورغلا يلا اسبدل بيرة ما هنا يدي الصومالي ودم بدل أنا يدل يرضى ما حد كخبط هذا ما ضرنا هاي ولا على مجعانا أكو سود وسود ويني ولا نور بلاه هاي ما كسوق الشدة فيسبوك سوق الشدة والله يباي بحيد مو يغلب وان وا codki ba meshan reception kisa ma la yara dacbaana okay igu soo celba hadaba codki ba tacbaana walaalay ama adiga ba waxa ka maqaleen waan ma hadsantay kul wad dhageysanaysa walaal jazaakallahu khair igu soo noqo whatsapp buu leeyahay telefoonka ma soo garaac kartaa waa free okay marka hawayr waxaan inamada nagu jira waxa kamid ah inama jeelka ka soo baxay wallahi hawayr hadaan inama jeelka soo baxay oo jeel shaqeynaya ha oo ku soo wallahi hawayr imi ka soo baxayna mid ba qoyes xirnaa marka noloshii مدري مقعودي وحدة مشي لكن وحدة كلية وحدة صو أركيب كلية إما سينا مدي الصومالي جاك كبوحة وحدة كلية سيدي محي ود كتيف كم وقت اللي بعته كم وقت أنا حريرك أنا قفل الحرير اللي وحدة كلية ده مركها قف كاس مسكحت وذا بعد خطر كل شربة مركها صوب عايز كده إني هم يرحل كنا أنا صح أي كل نقضان سوسايتي قف شراء عادي النقض مركها تعصب very hard هذا يرو yeah excuse me can I have one question please يلا كوشي هلا هو عبد أنكم مغلي أسف في عم بنكون مغلي ولا على نوره سمع وين أكسنيد ولا العاد من وين أكسنا هاي أمل كيس أنا خلنا نسمع قط زي لها ما فيسبوك كثير اليوم ها صح البارك هذا صعب رأي بعض واري سمعها الله ما الله شكرا لك الله يسلم مراد صفيا وشك okay walaal waxaan isbeddel walaal waatiis mooyina ka warhaysay in kale waxaan walaal waxaan taa hamlet waxa dhacay london hadaan joogno carro badan oo soomaaliye ku dhacday subhanallah min deeyoyin marka taa hamlet kan degan yahay east london ah waxa dhibaatooyin badan basaga naftiisa ka dhacay carro badan laga taay qof dhimtay alxamdulillah ma arkin hadaan noqono taa hamlet laakiin marka aan noqdo xaafado kale ku yaala west iyo north london iyo de carro badan ba noloshoodi walaal dhibaato gaartay marka anagu waxaan leenahay hadaan isbeddelnahay inaan marka hore asaaska fahamno dhibaatadan imikan arkano mirahan aan imikan aragno carro badan dhibaatsan wadada joogaanay ee the crime galeen drugs galeen dhibaatadan oo prisons galeen maxaa keenay marka inaan dib loo isku fakaro research la sameeyay moogtahay marka research markaan sameeyay dib u baarnay waxaan aragnay caddaatay inay sheekada tahay de qoyska haday noqoto iskuulka haday noqoto caruurtan camal la'aan la'aantiisa positive role model yani qof yacni ay kor u eegaan oo kale aana jirin yacni cilido ويم بضم problems بضم بعض النقطة ما كنا واحد دولا حليناتها بإذن الله إله إذن كيس إن شاء الله. أوكي عدنا بس أنت ولا الوالد عمي يعني واحد جست كذي كتب الصوالح اللي تفضل زي بخط بيتان أبو واحد وقع تعب تعبت ولا تقعد كبر خالد بن عبد الصوالح صح. زي لغز. ها ها ولا. أنكم أغلين أولا مال واحد وحنشوقنا هو دل بنشوقنا مكا هو دل كيس في هي صح. أحسن ها هيا ولا لا أنكم ما قلنا ولا كانوا يبهني هنا كانوا كان جس كنا قلنا وهو حقول خصو بلودي هو يلا خصو بلودي هو حنو باهنا هاي الدنيا هو حب سوق يبقى الدنيا الصوالي إني مدوية بالختة شوكتو إني مدوية وقعد خصته وهو حن أي كان شوكت صوالي صار وارو وحن سوق يبقى هين مخا وحوي ولا بلا بشوال سمو ضمو صح وكم قلي ولا لا والله عدك ما تبقى قوي ماشي انا كنت انها اسكار ريسبشن كيد ملا هلو نورو ها ريسبشن كان وير ما روحن كنت انها اسكار اندر جراوند مشكل ملا وانت لو بهن وان بودي وان مايند
وان اف ان نكون وين حتى قال وان بودي وحا ويان اسكو هل هل جد يا هل مسكح يو يا هل يا قول يا هل يا هل ثانيه ان وحن سوينا ماشينا خيره خالص تقول لي واك عالي لكن ما 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 قبل ولا بخيو وصلوا ضلنا لكن حروت هي تطك انجليزي خلوا ام قربان خلوا الصوماليه وتقصوا اسمع والله absolutely problems كو جوينا أرقني وقويس كو أرنتها والله كاست ولا سبت كسؤال بنو جوينا ذي وحنا سمي أذو group لنا قويس كا كهلايو أو مسؤول كا أمريكا عفمات كا دكتورين تي nurses كا education كا teachers كا يقويس كنا وحنا هني كورس سمي parenting courses يو والدين بكون دحشرة إذا كلو أو community workers بكون شراء كا لكن والله وح فهم سا قويس كا أمريكا لا إيجو ولا لا تلفتو I really believe هو يو إنك وح بضم بيسمعنا يعني in fact وح أودو ذا كبضم بيسمعنا يعني وحنا غير ما كان هلكن ابوينكي تليفونك خلا دعي اوف ابوينكي نو والله هنتي والله يعني هنقطه ميبي غرغيو بربريو ماركا دي فاميلي ولا جوي كن وانا ديفورس كي بانو كوبدان فري تايم كي بانو كوبدان وحي نقطه والله لا ابو والله دو فري بات كواد لا ساي كو جيرو هلا والسلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا كيشان اب بنكو سلامي والله معاني سو دو هلا وسهلا حبيبتي كتب لك واحد ليس ما قا والله هلك جوقت انا والله aad baan ku soo dhawaynay walaal maanta Safiya ila joogto rabtay inay ka hadasho isbeddel waxa rabta urur bay soo sameysay leedahay isbeddel waa dhalinyaray soo tagtay wax wada baratay professional oo rabtay inay dhalinyarada iyo dadka jiilka imika saddexaad ee noloshii qaar badan nag ay de lunsan yiin in dadka oo dhan la soo wada qabto one unite laga qabto walaal maxaad ku darsanayd macaan khayr Allah ku siiyo walaal waxa soo telefoonayga markaa اوكي ارن كلا دونيس اوكي معني بسو علمك هذا كبح برامج ان شاء الله اوكي نو بروبلم ها نور ام حد ودي نور اوكي ولا نحولي يقرا الله صح نور ولا لا نور وقف وح قرضه وحنا برتي اسمه بيس اورن يرا ها وددك ما كان تليفونكس كو سو بخي واتساب كو جرا انا نمبر كان جلي ما انت صدك سيف غير صدك aw kaagu siina dadkaaga adigu uruusatid ma maqla sanuura walaal marka walaal san ugu laha waalidintii hooyadii too much bay sameenaysa aabihiina han noqoto divorce han noqoto because the hair color high star ugu soo noqon doona marka maqla san nuuro marka waxay noqoto okay hey marka runtii inaan fahamno weyn I really hooyadiina wixii qaban karto way qaban karto wixii awoodeeda laakin afka ma garan soo systemka ma garan soo laakin waxa ka badatay shopping samay guri ka shaqay عيالك تعينتو دبا صعو عروتي تبوشك والله ما بدكت فتضل سبحان الله فتضل مو فريسة تكون نستان با ما بدكت بدلك قريه نوصل صعو واصل صعو واصل صعو قبل ما نوحي قلت الأمالي وحي تروان شقية اسكول بان عرور جاية مركي عروتي اسكول كلا انا شقادي كنت روي حنوصان ايار بان صوع عرارا قف بان دختر اسكول كي بان كسوق هذا دختر كي بان جيش شقادي اللي ما اقول لنا قاتل بريك برام لما بايقول لعي تشي بيقى مركي عنين بضان فردي معروبة فسحات كل شيء يقول يعد لفردي ده ما هيو هي انا دعرا دريق وريغي حتى مركي عروتي حنوصان انو ابوه هو بس بورقري من هين ما قويت هاي لكن نمونكم ما امن سنايان بالحقيقة ما أمين سنايان إن إيد جورج الحوشان كعنت اللي قليه إن يجون مسؤول ساتين ده كان حال وحنا غير العسن ولا لما لا وحنا غير العسن نكو دبده ونقصه الشقية جورج جوده يسلك أكتوبر كخوفنا لكن قبل دي تي جورج تي دبده تي وحقتنا وسعرني ما كان حق طلع خير صعب حق طلع سن عروتي كم وقت ما مشين با مشين با خوف من بني آدم هنا داري ليج له ما مشين با مشين لف أنت بترجع لبيع ملا تشارج جري عرر إلا ما أنتوا عرر إلا ما أنتوا يدوي حنوصنا يسوي ذلك التع شاكر شاكرونا نو شاكا يا والله يعني سبحان الله هلكي إني ممكن تاجيني شاكر هذا جوار باتشرتي بلاي سكيب ويرتي سو شو واقف سكيب ويرتي أوكي أوكي أنا كتير هاي شاكر هاي ها نورو إيه أنت برجع خبرة هذا كذا عوكي توم برامج أقوى يعني كنت. إن أنت صفيت لهم قرب برامج كي قال خايف قاعد الدور كون كي وحترك بالشدة. مركا ما أنت أنا كحرين تيدي بحرين تيدي ما كوسو بوق ده رسترا قرح بدن هدول لايف كده كنت سدونا مركا نسكت دبرنا أنا مرات ما كوسو نقود لايف كان داوسين دونا أوكي الله وضنا كنا عند جنا هاي وأنا أكتيف she's very active very active وارد اللي يرد أنا وأدو كده عارف إنه بتيم بدن بلا شقي كل جد ما ودور. شباب بقى كتير عندنا مركا. أنا قاعد لوايو أقوم بمرتين. نعم. بلا عقب لآدم وحكو الصوبات نعم ما شاء الله وبيان الله وعلى نورشي ذكاة عالم عالفة كون وشعي صح. ليه نعم صح ويا ما ترى ألمانيا تشوية واضح ألمانيا صفي عن إيه مخا قولي أدو برنامج كي أياد كي تبخا وحدوين مخا عينا
marka een hooyadu ma kaliya mashiin ba mashiin un ba bin aadam ba bin hooyadu waa bin aadam waa mashiin maaha mashiin shaqaynaysi in la buuxiyo subaxdi ilaa habeenkii dhacdo dabada cishaba mashiin ma noqon karto marka dhalinyaradu waxay u baahan yihiin iscaawiyaan imka safi waxay tir ururkan sameeyay leerada isbeddel ha ana waxa uu ku jiraa somo yes yes muddo dheer imka safi isbeddel waa ina miyaha la wada dhalinyara is wada fahmaya isku wada aqoon horta qof markii dadku isku wada aqoon yihiin safi ayaa waxba kama xumaanayaan way waa isku wada mabda waxba dii sheegaysaa dadku taa amaale maanta maashaad fadhida kuma fiicno walaale ka kaco halkana ka wanaagsan aw listen to you of course waxba dii sheegta adiga aragtidaadi ma aha inaan kugu soo noqdo negative aan ku dhado ma aha it's not you aniga wada fikr waxba ugu daraas waxba kugu daraa waxba kala qaadanayna waa dadka aqaligood hoggaaminayo oo qabiil isticmaalin quwad isticmaalin ana ka asareeyo ana ka era meshan la madax layga dhiga you don't use all that yaani anaku wuxuu ilaahay dartiisa xusmeesid naam habayr wallahi ta ilaahay itaada anuu ilaahay dartiis ajir bay u jeeyay wanaag ban kharaba khayr ban kharaba taas ugu horeysa sax laba qofkii muxuu noqonayaa marka taacad buu noqonayaa yaani ma jirto any other reason lacag ma doonayo magac ma kharabo wax kale ma kharabo lacagtu way dhamaatay ha way dhamaatay aqoontu laakin ma dhamaatay waxaan fahmayna talabaad waxaan wax weynagu wada jirto waa dhac caruurteedu waa nasan kuu sheegay wadanka ku soo korayaan caruur la siman caruurteeda caruurahaas oo caruurahayga la siman yihiin soomaadu intaa wax leeyahay habayna wadanka waan ka baxayaa waan tagaya wadanka ku noqonay haddana ma tagayaan xataa haddaa mid iyo laba ay tagaan badankoodu way joogaa marka waxaan sameysay marka sadaqatul jaariya bay noqon soo sadaqa kuu socota war meeshaad ku kortaa ku xubaratay qofka tagaya saakana sanduuq qof bal guriga ayaa qofkii ka tagaan dana si bixi saga ka tagay qofkinu ka guuro mar imsa guuro soo laabtay caruurta dhaqan cilis baan u sameeynaa bay kula wadanka la geeyay baasaboorka laga soo qaaday wala soo noqonaya safaarada Ethiopia ka dhacday ma tan mishu ka dhacay marka wadankii lagu ciin dhaqan aan garanin magac iyo walaacay wala dhibaateen ayaa qaar baban maqli magaalada Hargeys ku xidhxiran oo dhaqan yaraa la xidhxiran maanta la soo sheegay subhanallahu wa lillahi habiyo la iska qabsan imsa caruur baan garanayaa aan ka shaqeynaa anaku oo damishka ka soo gaaray halka ilmihi iyo yiri dhadhow halka afki yaaci ku ciinay hadalkii halka la geeyay bu arkaya dad oo loo taayagna lagu celiyo wadankii oo aflagaadi criminals iyo drugs iyo waxaan yaqaan bay soo baxay islaama baa haba ay ku xukumaan dhaqan celinna maxaa la dhaqan celinna meesha waxba jooga jabhada kale ba jooga si dhaqan celis baa meesha xitaa biyada ku nool in afrika ma taqaana yurub baa laga calay dadka yurub baa waa iyaga baa abuse gareenaya ma caruurti yara marka waxa weeyaan ururkan mid magaciisu haa isbeddel waxa la doonay in lagala soo qayb galo safiya la soo iyo tiimka la soo shaar gareysaan een fikrada isku buuxsan dhalinyarada jeelalka ku jira dad badan baa lacag ku qaato wax baan qabanayna caloosh in lagu shaqeysto qiyaamaha jira aakhira jirta maal xisaaba jira qof walba la xisaabayo halka meeshu ka keenay waxa fiican qofku inuu isdhaafiyo walaalkiisa ku caawiyo dhibaatada dhalinyarada meel loogu soo wada jeesto la wada noqdo wada qacan iyo isku maskax iyo isku boodis aad sheegteeba safiya mise qofa ilaa mise tiimkin how many people baa ku jirta walaalo marka la eego on social media waxaa dhowr kun baan haysanaa oo dad active ku ah ku support gareysan markay noqoto dadka meetingskii waxa yimaaday ilaa 30 iyo meelaha soo active markay noqoto habeen groupaha la kala furay waa arin wasan kugu sheegay waxa jira group caafimaadka ku saabsan oo doktorin iyo nurse iyo ku jiraan group tacliin ku saabsan oo teacherski ku wada jiraan yacni waan iska kala qaybinay moogtahay marka October waxa soo socda event when baa soo socda October event kii buu reesan sanana insha Allah ka ku dhigaysan habeer waa city-ga weeyeen kulliba details kii leaflets kii waan oo ku soo gudbiyay adiga sanana soo Facebook ingiliya Facebook waa ingiliya sabab ay hadda soo dhigto ma yes waa ingiliya markaas taas event ka soo socda taa maxaa naga rabnaa marka qofka soo Soomaaliya haduu maanta 10 gini habeer bixiyo sax yaani event kaas wixii noqonaysa event fiican marka labaad aan noo sheegay East London wani noo 10 gini maxay sheegaysa habe qol lagu burburiyo 10 gin malacad baan 10 malacad soo galayaa 20 pound ma idin aan ka dhigo soo free way event ku afaz waa free laakiin 10 ga qofku wixii awoodo mise 10 ka inuu bixiyo markuu wuxuu awoodo ama 10 gin ama 5 gin wuxuu awoodaan uu kaalay haddii doonsana lacag awood karno tuucada lagu soo caawiyo insha Allah bi idin ka war dhalinyarada saasi u fikirsa qadaanad awoodin waxa idin ku tiri duucadaad nagu caawinaysan dadkuna waa ku compulsory kaga dhigaan qofkuna lacag bixiyo haddii kale iska joog baa lagu warnaya marka dhalinyarada wuxuu inaan baa iga soo garaacsan maltankina dhakhtaradayduna kan si life ugu jirin marka waa la way dhici kartaa marka dhalinyaradu waxay ku leeyihiin anigu xitaa lacag un maah laakiin wixii adigu aad halka marka habeenka walaa waa khudbada la jeedinay miya waxa imanaya caruurjiya ku soo baxay oo la jeelka waxa soo aanay caruurta kale iyo dhalinyarta ay kartaa inay
ay doonayaan ay tusaan waadini waxa ku soo arkay jeel ku soo arkay wallahi tacaliidad tacliin fiican helay oo meelo fiican tacliinta ka gaaray dad shaqooyin fiican haysta business fiican haysta dad ay caruurtu yaani u noqonayaan hamad markay maqlaan ay yara gelinayaan mihira inay dadaal yara galaan saarahan eegana dad waa wixii adigu dhalinyarta waana wali gaarin choice ki waqtiga ay choice ka gaarayaan ila caruurta waaweyn insha Allah bi idhnillah sah ha waan gartay marka insha Allah marka xitaa in ma qax jeelalkii ee maxay tooy oo raba experience kay ka soo arkeen jeelka intay ku jireen way aragii u soo kordhay oo noloshoodi laakiin bedelay ha yes ka war dadku bas qariyaan ba jamaad buu ku jiraa lagu warnaa minis ku taalay suuq ma in ina madan wallahi waxay fahmeen dadkan kala baxay yaray ku jiraa wad ma hayad wa saxay samayaan iyaga laftoodu way ku soo noqon community wada way sheegana qasan Soomaali ah soo arkatan ba halay ka jooga halkaas uu kulul yahay waa khataro yaani way istaadartaa ma way advice kareya marka anuu waxaan ugu dhalinnimadan hata video hada ex isbedel facebook hayga isbedel oo shirna waa isbedel baa liidaha marka waxa sameyn kartaa qofka naga soo karaacay halkan ma qabo ayu kan uu ka wa mareekanka ma sha Allah anuu whatsapp bot halo assalamu alaykum hello reception xun buu hanu soo celiyay waxaana ma caadi waa caadi in qofka ku jirna marka waxa inamadan hada gashid facebook kaayga page kaay ku yaala isbedel waan insha Allah kan hoosana ku soo qori doona hablaha ku soo qori doona waa arki doonta inay maxay ay dhalinyar videogii ba iska duubay inay sheekooyinkoodu waxay soo arkeen halkay marayaan say maxay dhalinyartu u arkaan insha Allah bi idhnillah kaligeena ma ku yihi hablo badan oo active oo sayd oo kala management team baa jira waa kamid yahay management ka hablo badan oo ilaahay dadku u shaqeynaya la ku jira dadka soo celisay ha maanta shaqada uu qarxay gara leh hello assalamu alaykum hello assalamu alaykum wa alaykum assalam iska naqas facebook oo ila hadal walaal halka ka hadlaysa mareykanka soo maaha yeah okay walaal maxaad ugu darsan lahayd walaalo ma sha Allah horta maxaa la yiraahdaa waa fikrad fiican gabadh waxay maxaa la dhahaa sheegtay alxamdulillaah dadku inay fikraan waa fiican ama waalidku inay u fikraan ama ay u fikraan ma maqlaysa horta si fiican oo toosan ku maqlaabid la joogtaa haye inay dadku u fikraan ba ama waalidku u fikraan ama jin ciyaalka gabdhahan soo kacay ama wiilasha soo kacayna horta awlaadena u fikraa fiican oo inaga dhibkeena dhacay wax weyn maxaa la yiraahdaa inagii ba qoob isku hayna ma garan absolutely waa runtaas been ma aha oo de waxay Soomaadu waxay ku maamadaa maxay ku maamadaa alaykum assalaam iska ma celisay ku maamadaa ma garan la si fiican walaal waa run soo marka maxaa la yiraahdaa is a great idea and maxaa la dhahaa wishna maxaa la yiraahdaa barf ka ahna I'm very busy but maxaa la yiraahdaa gabdhaha congratulations baan ku leeyahay in UK and maxaa la yiraahdaa hooyooyinku alxamdulillah waxaan qor maxaa la yiraahdaa waxay sameeyeen wax aan qof bini aadmi intii uu sameyn lahaa in ka badan bay sameynayaan aabayaasha laftirkoodana dee aabayaal fiican ba jiraan inay niyadda ka wada jibin aabayaashoo dhan may aabayaasha aabahay baa kamida aabayaashu isku aabayaal fiican ba jiraan looga taasnaa oo maxaa la yiraahdaa dee Soomaalidu farahan waa masnoosayna farahan u qsanin bay aabayaashu u simi ayna there is a lot of absent parents in every west Somali generation صح ولا لا ماي 100% ولا عكس الفادرز كويتشيران انا كنا فهمنا وين يعني ايديلي وين هويدي ابي لبدي باكتيف هين even hadu kulga joogo yani hadii active yihiin isla war hayaan caruurtan garab taagnaadaan isla wada walaa ilmaha wuxuu haysanaya better chance in life yani crime kiu galayo iyo waxaas waa less likely inuu galo waxaas always saying is actually even the mentality Somali community when they believe that the father's role isn't to cook and clean yani a part of the team in our time to support each other hada hooyadii ka wadan kan shaqooyin baa loo diri hooyooyinkana hore aana u sameen jirin stress ba wallahi ku furmaday dumarkii hadii shaqadii dibadda loo diray inay gurigina suuga soo caruurtina suuga soo wax kasta ninkina wuxuu taaganayay anigu ma aha dhaqankayga iyo anu I don't have to do that so always saying is actually some of the parents fathers even though they're in the house they're not meant to be they're not doing actually they're not proactive they're not supporting their kids I know. So that's what we're saying lakin most certainly I agree with you especially the old generation of Somali aha ilaahay gargaar sometimes I said ilaahay meesha lagu xisaabinayo waxan ku rahayga dambaysiin because of the only reason is aha sah walaal sah like that absolutely you're right the only reason I said is maxaa yiraahda hadda waa aragtay ay seen maxaa dhahaa waa aniga kale UK ma tagin bad Soomaalida degan maxaa yiraahda jaarixeeda horta qabiil wax aanu reejigigaan haa jigjigaan dadka reejigigaan leeyahay
so we all call ya wa ya torrent chicken sinirahna yo qabil isku uma yeedno laakiin waxa istiraadaan ya reer chicken ha dad baa waxa koornayeen maxaa da qolama tahay soomaaliyad banaan ku dhaadaan ka dhaqaqa good good لكن أي والله ديني أول أو كل جهة قبيل كنا على شيء تقول سومادي ولا بينكم شعوبا وقبائل اللي تعارفوا سوها لكن سومادي هو أسكت بيكر دجان أنا متشعلي بين أنا هنا كذا حضرت كقبيل بيكوز أسكت بيكر دجان أما هو كحكس السنة أما هو كنعيان depend on your قبيل which is so wrong إما كوالله إسبتل كان كتشرنو والله إلهي بيسر يا قبيل كذا ما قرن أيوه I don't even need to know قبيل كذا even me I don't know you trap How can I add Google قبيل كان because it's irrelevant. Why should I ask? حكى الفائدة يا هدان كوجا هذا محي اسبدل يقول دعية أم قبنايا. وحم هي. حاسد نمو ما كقاضي. Exactly. والله يو قادر يا وحلورنا يا محاك هقرب والله رئيس أنا سامع دولا حط لي سابع عاون سامع تقول شرطة وضد كي عينك وحاك كسمة يا وجي يا أبتك يا عذر كي I don't know. Yes. أنا وحبيب ما صنعين I don't know about this. Exactly. وحن كتشرنا نور الأسبوع بين كتشرنا ضد كويت دنتان وين ورا هذا لكن ما هي عندنا يا رول بيقف البكرة دخلنا قبيل. مركا I don't know إن أوجا هذا متشعلبة. قفكي كورا هذا عادي كنا ولا على معاني. ديد وحلا إيرابا محل إيرا هذا. I wish that that كي سومالي هرينا وحنا كور محل ده هاي شو قل هاي ينبع فعلنا هاي ده وحنا كور محل ده قبل ده سوء إعلام تري سوء إعلام ترينيو سد محل إيرا هذا. أو respect غيرن ترين ده كي هرا ده كان كي سومالي هرا. وارون. أمي ده كلا واحد إننا مقن number one واحد إننا مقن محل إيرا هذا. إننا قلنا عيا as a society سومالي community كوا واحد which may واحد society كده بوكينية. عيدنا يكون حريرين عيدنا تكون حريرين number one هرتا you're not paying the price your child will pay the price absolutely school ga fee free ga yahay aan aruurta qof dadka baa ku qasban cid laga siiyo is a zip code ka degan tahay will determine your future that's so true والله absolutely ma ka shaqadu fee aan tabaka ha zip code ka degan tahay will determine maxaa yiraahdaa school fee aan kuma jiraa zip code ka degan tahay صح. That's so true. والله. And I like the way that you said whatever happens now. وارنتد. لكن هو يكلي جاي دمرك يعرون كرنيسو. وأبين الشقدي وأما كتجي هو يدي بقى. والعكس حتى سكول برايفت عروت يسونه كبيح يديدين هاي. هو إذا سأنا أفكو فلان أما أقومكو فلان إيه شقة هاي كواليتي كشقيسة أما هاي العكس وبرمت كشقيسة. أقولي هنا كونسل يهاي. أنا أود كلنا بحصو. وعروت اللي جت تجي. أنا إدها. وأنا كل عيا وأنا كل خصبة أنا والفرق قاعدة. وأنا كل خصبة أما بار تام سجسنا ورا شقيسو. ويا جابب كيوردن بيدو بحيس موقتها. بكون صدي هو يد الشقيسة أبينا الشقيسة مو بهني بعروتنا قاتم بوالفرق قاتم الله عك الله يقنعك محن يحطو بحيان. فلتا بدأ وأبينا سينو العكتي فرت كسارة يسقول كيف بحني في بي سي قدرتي بحني يسقول كيف بحني ها لكن مركب كل جد نقطه وكل خصبة أنا قاعدته. أمالي ولا على أنه حتى محلي إذا هذا يصير محل هذا سومالي فرب بان ما ساس وما محمد حقله أو شقي يقول جو ما كشتة. I agree with that. Well, and also, عيال كاير محاجلة يعني يقدر لفتو ذا همدو ذبحين. Well, that's the benefits. Your council house. Your okay. واحد ترى هذا واحد ترى يقل هو يد وقت دير يقل. Okay. هو يدا وقت دير قال يبغى كوش يقيا. متشل قعدت عشان يرير هاي ستة. هذا شكل هذا مقال ضد كيس قوة ميت مقال لبيس تحمل ده لأنك هو وين هذا وحق معها موقته ضد بكادو تقول قلت الباب كيسه كلهم عروت قوة حنوصل لساحتها وقولي كسر بحين واحد ترى هو يا أبي بكسر قط بوا حنوصل يا مر تاير بقول ترى قولي كشف أمو حنوصل يا أمو وندلع يبا أمو حن بكسر واحد حنوصل يا هو يدي عروت يرد بهيسا إن محي توي علمي جادي أقونت ودك ما في الله إن الشقة فول تايم الشقة يس أو الشقة في عن شقة يس سلري في عن سوبي لسه مركب يكون خصبا متهاي إنه عروتي دينا إلى عشته شق بار تايم لك شقيسته عروتينا وحي يقدر يعني كوكا بيان اسكو كبتو هذول عبيل الشق لكن أنت كوين عروت كويناتي العقف عن سوق النساء نفتي ده
arurteeda lacag fiican soo gelinaysa noloshaad sheegaysa way ku noolaan kartaa iminka anigu soomaalidoo dhan waxaan wada arkaaba inayba waxay goormaa dadkii ugu dambeysay dadamada la iska galay yaa qaatee ma jirto waa la fuusgaray waa tii qasay lixdaa la kala haya afarta la soo hooyoonay adoo dabada biyo ka da'aya waxaan ka shaqeeyaa caafimaadka maskaxda ma ogtahay macnaha waxa dhibka in haysta waan fahamsanahay oo maxaa la yiraahdaa waan arkay maxaa la yiraahdaa horta dadku waa qof u baahan systemka oo maxaa la yiraahdaa dadu markaa aan soo sheegnay maxaa la yiraahdaa qof systemka u baahan iyo qof aan systemka u baahnayn baa jira waa laba loo kala qaybinaya sax yes qofku markuu u baahan yahay systemka oo hooyada maxaa la dhahaa aabba una la socon una aabba gargaari haysan ciyaal yaroo waaweyn oo gargaariya aan haysanin maxaa la yidhaahdaa lafibase u jabantay uma kabanta bay soomaalidu ku mahmahda waar bal aniga soomaalida walaal aan arkee badankooda aan arkay hadda qaarba waxa gabadh baa la soo shimaan laygu tiri walaal maxaa la yidhaahdaa addresskaagaan u baahanahay maxaad uga baahantaa adresskaaga markaas igu tiri maxaa la dhaha odaygaygaa rabaa inuu kuu noqdo inuu same address kuula qoilaaha baan kugu dhaarshay makaa daacadba wallahi lacadin markaan wadanka joogay bil iyo shan iyo toban cashuur documentigii ii soo wada dhacay shaqaan horey ka bilaabay waaye kuwaas waas shaqa aan qabto bal alxamdulilah ayrin caawimaad umaanan baahnayn waaye dan shaqa caafimaad baan ablay gareeyay caafimaadka warqad maalin ii soo diray waxay igu leeyihi not qualified okay oh I'm not qualified me aha dan maxaa la yidhaha warqada arkay I'm not qualified waxa yidhi maxaa la waan dhigtay wiyan waco waxaan kuri maxaa la yidhaahdaa at that time I was collecting unemployment way so I told her okay maxaa la yidhaha waan wacay waxaan kuri maxaa la yidhaahdaa awalban waxaan rabaa inaan ogaado sababta aan maxaa la yidhaahdaa aan qualified ugu ahayn shaqada ama systemka haya sax waxay igu tiri maxaa la yidhaahdaa alaykum asalaam walaalo hay si okay waan garta wa markaa shaqadii baa tiracayn kaa noqotay I told her, hold on, do you understand I'm collecting unemployment? How low can I get bank? Why? I said, mkuu sheega kunaan unemployment qaadanayo. Yaani meeshii ugu dambeysay qof bini aadami meeshii istaagay aan taagan ahaan kuul. Waan garta. Xagadartay inaan istaagan kuul. Waan qarafaysa maan taaban kuul. Sax. So just, she's like, oh, it's the system. Maya, dhibaataas way iska badanta way soo noqnoqotaa. Waa run. marka maxaa la yidhaahdaa dadka waxaad arkaysaa traglayaal oo trug driver dad waxaad arkaysaa taksiilayaal oo walaala sheegaynin maxaa la yidhaahdaa incomeka soo galay walaal amaanay oo wallaahi billahi marmarka qaarkood waxay qabatay intaad camera ugu wada xidha aabo ma soo wada sheegtay cayd intaad kata
دكتور قويس اهلا وسهلا كسوره وين يا ولال وحن كان لي مانتا اورركا اسبدل اي صفي قدوميه كتهاي دي دليره وخبرتي ودن كان كنول يو كي كل واد مقليسه محد قدرسان سوال خير الله كسيه بين بدل كده دور ولاشنال كاكود بدل دونكا وانا الله يعزك بتكيبو سوت قدام ولال مقليسه هالو ماما قلنا ريسبشن كاي يرحم ها ريسبشن كاي تعبانه مشكله ما كسو علي ان شاء الله انا بذكر انه كان كو قدرت يسكر هي صفيه ما حد كقدر سن صادره سوال خير لك انا وحن هو اورن لها هدان سومالينا هاي مركي غو هريسيد دان يرتي وح كرنا تعليم برتي سو كعين يراهن بروبلم بان هاي سنه بروبلم هي حلكي وان كاننا نعم وددكا كلي ايغو لفتو كوميونيتي اشا كلي ايغو ديباتو يمكن سو مري حلكي كانين وح بان كبرنا مدين يدقن كو سابسن بان كاننا تعليمتي هايستا فرصتي هايستا aamuna badbiina kanaga baahaniina caawisan marka ila anaku waxaan leenahay meela caruurta marka aragno hooyada iyo tiraahdo in ma hay u dhaxdhaxanayo ma afkaranayo system aan ma hay gelin karno oo camp noqoto ama residential noqoto meel lageeyo yaani why ban maanta anaku waan haysan meel aan caruurta u dirna xataa oo in ma hay ilaa lumsan ama dhibaateysan aan geeyno in mi hiiraal ku soo noolado oo qaladki laga soo bedelo diinti why ban marka saleenahay Soomaali u diro un ama wadan kale u diro waxaan leenahay noo halkan ban joognaa دكتورين تبان هاي سنة، psychologists كي مسكح ذا هاي سنة، سكولي teachers كي بان هاي سنة، ده تكون أسكران هاي سنة، وقف كسوان هاي سنة كحلين كرنا، نلص وقعون عاوي نلص قطع ذا إن شاء الله. وابن غلسا صفي أفك ذو حكت في حلو السلام عليكم. هلاو. هلاو. كيف كابن ذي كلام رأي هلاو. ولا فيسبوك اسكحر. هلاو. السلام عليكم اهلا وسهلا وعليكم السلام في عنت ولا لا مقعه نعم الحمد لله صفيه الله يرضى صفيه وكسو دوين يا صفيه كما قلت سو يرجوكت ولا كل واحد مقلي سو ما وحي كان لسه صفيه وحي ها سو بندقتي ها وان مقلي واشك هذا في عنا بريرو واد غرنيسا بري هوري بان كل سو هادلي انا ذا تايم اوكي صفيه الله يرضى اوكي اوكي ها بيرو حاسدي بعدك انت ها وحد دقنها ملتين كينز اوكي اوكي هبا معاكم صفي عام هيا صفية مكا صفية محاضرون شاكذا واشاكا في عام صورتها it's a really good project okay. and keep up the good work ما شاء الله اضوغنا واضحة يا ستاة تليفون كيمكا صفية واضحة يا ستاة بالمعاني كما انجو with the program نلا انجو قريب program كان اسوا دقبت قعنطة اسعاوية ارور كان دالي يرضى اسبدل كا هبين كا حفلت دوينة صمي ما شاء الله هيا هبينك حفلت اللي قبلنا إن شاء الله وتعالى كسو قيب قلها هبينك هسا هلا ومي مغلسة صفية ها مغلسة ولا له ها سوى عن هبا ماكو مغلنا هبا معاني هلا ماكو مغلنا هبا هبا يروح انت ان is good واحد يم لقى هبلا ولقى شاكيو او ان solutions لا صح هلا ها يس solutions ها is very good
for waxan in la sameeyo laakiin and there's a big problem of just talking and not doing a lot walaalo because bari waxa jirtay inaan xagan baso inaan baso xagan soo fariista and wuxuu doonayay dad sidaasa oo sidaasa wuxuu doonayay wuxuu soo sharxay anigu waan la hadlay habreero and habreero Amal Kayse waan la hadlay waxaan dhigay nambarkaygii waa khaas diyaar baan nahay dad baan nahayaa oo wax yaqaana oo ready ah dib so okay. We just talk a lot. Okay, Safiya, listen to me now. Okay, Safiya, listen to me. Okay. Talking about something doesn't make it go all right. away. You need to sit down and do okay. something about it. Why had the way Safiya did it? So, you know, Carlos, the Shankiris Musurday, Balagayaba. لكن صفية وجروب دنا إسواتها وجروب دنا إسواتها صفية مركا هداد صفية أدويدد وحتى ليس شبعان بدل ليس هذا شبعان ويدد إن أنت كلا تليس وجروب دنا إسواتها إسواتها أنا أقول لك إنها very bad وحد هابي وكاك وكوكو أبين أنت لكن reception كاهم لكن صفية أدا أمها سنتها وارنتها just talking ما هاي enough we need to do action تاو وسع السنين ورالو إتسان كل شيء فبري بنا مك بلالي أورو كان سكوي ما ذين دان يرتب هذا ورالو مر كارنتي وار عصوبة مك صار لأجو the first big event وحوين أكتوبر وي مك event وري ما قبل anyone who wants to volunteer their time their intellect their support wa Facebook ba ku jirna Instagram ba ku jirna or Twitter ba ku jirna marka please halka ka soo qayb gala oo naga caawiya insha Allah bi idnillah okay marka insha Allah marka Safiya waad ku soo noqday oo ku maqlayay Safiya group inaan ka horad la hadashay oo ku maqlay habeen dhigis inaan ka horad la hadashay ama arintan oo kale soo wada laga yaabo inuu kaliye yahay ha laakiin imka group ka Safiya isbeddel ku waa dhalinyaro faran badan haddii Safiya weydid kun Safiya kale jirto la shaqeynayso soo wada helaysa ama inaan ما قرأت مركا إلغو مركا إلغو حسود أرسل وحنا كعجش كينيا أو هنيكو قلت يا قبل جمدي ما كنت رأي كنا خسوا له ده البنش وقول هذا طبعا إما نيا حفلة ده كنت تمشي صح أوكي عمري عمري روح شيء كير ما كو شيء يا ده happened recently أو and hello هو أكو مغلا يا صف ده صف سيف والله ها ها إلى إن أضيع شرتي أشرا وحنوسي وحلاقة هي إن كانسر كليفر كايا كدعي. واو سبحان الله من الجنة يا رب هي. إلى هاي عفوا على سيو. سمعت كي هرب بعد. وانقرت هي هي. It was a really small lesion بعد. في هي بعد ما كان أكتر كي بو تجاي إن عيال بو هسا لكن فأرير كي اسمه هيجوجان إن أفريقيا يتين because one of the boys started being naughty so. I don't know why. And he went to the hospital, they told him about the problem, and I'm sorry, I'm gonna mix Somali and English. Don't worry, we had to have Chinese call it, Chinese, no problem. You have to come back for the treatment. Okay. Now. He's in denial, I don't know. Okay. So, ماشي كمون نقن دكتورك كمون نقن. مش غريب. مركا إنا أنا في صاحبنا هاي وكش قيسة transplant unit كا كينجز كا. Okay. قيسة. صح. أي بهد سومالي شوغا. أي مسألة وح كتري أبو and أديس عين كاسوا شرسا أو بليه هلاواي أو and حنوصل إياه and أبوي من كيسبوه وياي ما كرني وح ليدي على وشة وح لقاه هي he didn't understand basically because of English ما كرني okay so قابلة وح تكتي كليني كيف تكتي دكتور كيف يدي سكوسوتن كيف تشوف بكسامينا يا ويكرني سا she manages them yeah okay she manages the whole of the liver and kidney transplant center in Kings they manage her all right وح تكتي وح يبي بعدي and we hashe we ira then we were looking for him for several months pandondoni and odegan waxana lagu yidi and wuxuu tagay Somalia we were looking for him everywhere so inanta waxa jira aniga garanaya nin kasta oo Somali oo naag kasta qof kasta oo Somali hadda weesan aniga way soo sheegay ma faafinaya oo weydiinaya dadka she went and took the man took him to the hospital kibay geysay
iminka waxa loo sameynaya waxa loo sameynay wax case la yiraahdo oo xididaha la xidhayo liverka soo ma sha Allah sadaqada kansa doesn't become bigger chirko ku fidnaa the whole point of this story alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh in la yiraahdo inaad sax waxa sameysay sameysay ambo odaygas waxa ku dhacay the main point waxa weeyaan odaygan waxa sidan ugu dhacay because he didn't have anybody to translate for him oo qof u turjuma sax waka waxa loo doon in ku waxna safiirabtay ee qabato he didn't know waxa ku dhacay he didn't know treatment ka he didn't know mu fahmin wala horta safiya because waqtigan ugu yar waxaan ka baqanay inaan kugu aado ku jiray maxaa laakiin safiya one of the main issues are shakti halka waan ka hadalnay waxa weeyeen haday noqoto frontline staff haday noqoto council ama gps ama hospitals qofkii soomaaliga afka garanay turjumaad ma haysto marka loo eegay makada bangladesh kan degan lahayd taa xamnits walaalo doktoriintii baa bangladesh afkii ku hadlaya oo reception ki oo nurses ki oo teachers ki oo awna marka maxaa dhacay walaal qofkaas wuxuu helaya wuxuu helaya markaas walaalo wuxuu helay waxa walaalo waxa kasi waan la hadlay laakiin waxaan ku dhammayn doona walaalo dhibaatada ugu weyn ee jirta waxa weyn qofkii ma haysto xaq dad soomaali xaq dad kale mana siibnin kayf inuu qof bangaale gabar bangaale ay garto gpgeeda gasho oo gabar soomaali gpge gasho ee labaduba communication ki midna helayso access full access qofkan bay sameynaysaa doctorkiis afgaranaya wax kasta markaa xaqdaraa ka socoto halka taasuna insha allah waa frontline staff waa la deal garayn doona laakiin haddaad dooni safiina active noqotid aa involved noqotid ka soo gal facebooka na join garay safiya because anaku maanta qof kasta ma u iman karno waxaa loo baahanay inuu qof kasta inuu isagu active ka wadaalo afka insha allah soo badanaya insha allahu ta'ala aad baad in salaamaya safiina u salaamaya ana akoon nambarkeedu wuxuu soo qoray qofkii doonay telefoonkeeda imka telefoonkeedu waa kan shaashadii soo galay insha allahu ta'ala saa soo caawiyay insha allahu ta'ala ilaahayna waxa ka rajaynaya qacma wada jirba wax ku goosataa amiin sumaan ha yes sida iyo nabad gelin assalaamu alaykum wa rahmatullah